ثاني أكبر سمكة بالعالم بعد قرش الحوت، على الرغم من ضخامته الوحشية إلا أنه بيأكل العوالق فقط. سمك القرش المتشبث بيبلغ طوله حوالي 10 أمتار وبيسبح بفم مفتوح لالتقاط الطعام وتصفيته، فبيدخل لفمه حوالي 1800 طن من الماء بالساعة. بنتعرف كيف عم يكون الطقس عم تمي درجات الحرارة انخفاض لتصير حول معدلات الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، وعم يتحول لغائم مساء فوق المناطق الجنوبية الشرقية لتصير فرصة مهيئة لزخات رعدية متفرقة بالمنطقة. الرياح متقلبة الشرقية خفيفة السرعة عم توصل سرعتها 10 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة عم تروح بين 45 و85%، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارته ما هي 26 درجة. من ثلاث طقس العاصمة دمشق عم تكون أجواء فيها مشمسة وعم تسجل عليا 20 درجة. رح ننتقل على المحافظات السورية ورح نبدأ من المنطقة الجنوبية من سويدا، عم يكون طقس غائم جزئيا وعم تسجل عليا 19 درجة. درعا عم تروح بين 9 و22 درجة وعم يكون طقس مشمس. لقنيطرة عم تروح بين 7 و18 درجة. رح ننتقل على المنطقة الوسطى على حمص، عم يكون طقس فيها غائم جزئيا وعم تسجل عليا 21 درجة. أما بحما عم تروح بين 10 و22 درجة. بالمنطقة الساحلية بدرتوس عم يكون طقس مشمس. بلدية عم تروح بين 15 و23 درجة، وبلواء اسكندرون عم تروح بين 10 و22 درجة وعم يكون طقس صحو. بالمنطقة الشمالية بإدلب كمان عم يكون طقس صحو، عم تسجل عليا 19 درجة. بحلب عم تروح بين 11 و20 درجة. أخيرا رح ننتقل على المنطقة الشرقية على الرقة، عم يكون طقس فيها كمان مشمس وعم تسجل صورة 12 درجة. أما بالحسكة عم تروح بين 14 و23 درجة، وبدير الزور عم تسجل فيها الحرارة العليا 25 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة تبقوا بخير.